السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في الحلقة بنقدم لكم وصفة كتزيد هرمونات الأنوثة بالنسبة للأخوات اللي عندهم مشكل ضعف على مستوى المناطق الأنثوية، وصفة خاصة بالنساء. قبل ما نتكلم لكم على الوصفة ديال اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناة وصفات أمينة لأول مرة، كنتمنى منهم يشاركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. هذه الوصفة رائعة لتكبير وزيادة حجم المناطق الأنثوية صدر الأرداف، وهي وصفة فعالة 100%. بالنسبة للمكونات ديال هذه الوصفة، غادي نحتاجوا فيها الحبوب ديال الصوجة أو الصويا، غادي نحتاجو في المكون الثاني موزة واحدة، وفي المكون الثالث غادي نحتاجو عسل نحل طبيعي، وبالنسبة للمكون الأخير والرابع هو إما ياغورت أو كأس من الحليب. يعني غادي تخلطوا هاد الوصفة هذه مع الحليب أو الياغورت، لكم الاختيار. بالنسبة لطريقة التحضير، غادي تاخدي أختي كمية من الصوجة تكون محمصة أو مطحونة. غادي توضعي أختي هاد المطحون ديال الصوجة، غادي توضيه في واحد العلبة محكمة إغلاق وتخلي الاستعمال يومي. كل يوم غادي تاخدي جوج معالق كبار من مطحون الصوجة اللي حمصناه من قبل، غادي تصبها اوكسي في الخلاط الكهربائي وتضيفي عليها حبة موز واحدة مع معلقة من عسل النحل الطبيعي، وفي الاخير غادي تضيفي كأس من الحليب. هذه طريقة التحضير بالنسبة للاخوات اللي بغاو يخلطوا المكونات مطحون الصوجة والموز وعسل النحل الطبيعي مع الحليب. ما بالنسبه للاخوات اللي بغاو يستعملوا الياغورت، غادي تاخدي اختي هاد المكونات اللي ذكرت لك سابقا، غادي تخلطيهم مع الياغورت، لكم الاختيار. بالنسبه لطريقه الاستعمال، غادي تبداي اختي تناولي من هاد الوصفه هذه جوج مرات في اليوم بعد وجبه الافطار، ومره ثانيه ما بين وجبه الغداء والعشاء، يعني جوج مرات في اليوم. غادي تتبعوا هاد الوصفه هذه وتداوموا عليها، والنتائج غادي تبان لكم بعد مرور 20 يوم من استعمالكم لهاد الوصفه هذه. وكان بعض الاخوات اللي تبعوها لمده شهرين وعطاتهم نتائج رائعه. بالنسبه للناس اللي يمكن لهم شي يتناولوا هاد الوصفه هذه، الناس اللي عندهم حساسيه من هاد المكونات، ولا المرأة الحامل، للناس متابعين شي علاج طبي، ولا الناس اللي عندهم مرض مزمن، ضروري الاستشاره مع الطبيب قبل ما تستعملوا اي وصفه طبيعيه. الوصفه دائما خاصنا نساعدوها بتغذيه تكون صحيه ومتوازنه، وخاصه للنفسيه تكون مستقره. وهذه الوصفه اخواتي هي مضمونه ومجربه، جربوها بزاف ديال الاخوات وعطاتهم نتائج رائعه. كنتمنى منكم اخواتي حتى نتوما تجربوها وتشاركوا معنا النتائج في خانه التعليقات باش تعم الفائده وكاع الاخوات يستافدوا من هذه الوصفه هذه. الوصفه الطبيعيه كما نقول لكم ديما خاصنا نداوموا عليها مع شويه ديال الصبر، وغادي تعطينا النتائج باذن الله. كما شفتوا معايا اخواتي، المكونات ديال هذه الوصفه فعاله 100%. هذه الوصفه غادي تاخذوها جوج مرات في اليوم، مره بعد وجبه الافطار ومره ما بين وجبه الغداء والعشاء، وخلال 20 يوم الاولى غادي تبان لكم نتائج ديال هذه الوصفه باذن الله. خاص غير ما يكون عندكم حتى شي مشكل صحي، وهذه الوصفه راح تعطيكم نتائج. هذه الوصفه فعاله بزاف للزياده في حجم المناطق الانثويه. كنتمنى اخواتي الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم، الى عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي ودعموني بلايك. بالنسبه للاخوات اللي مازال ما شاركوش، كنتمنى منهم يشاركوا، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. والى حلقه اخرى والى اللقاء.